لابد من توضيح الواضحة زي ما بقولوا. ده الكلام اللي بيعملوهم، ده ما كلام عملنا نحن ولا ده كلام قلنا نحن، ده الكلام اللي بيقولوهم في منصاتهم، وده الكلام اللي قاعدين يكسبوا به كسب سياسي ويتاجروا به متاجرة سياسية. يا أخي يا أخي، ناس بحري دين نحن رفعنا فيديوهات، ناس شمبات دين لهم سنة يا أخي بيموتوا نتيجة الانعدام أساسيات الحياة، رفعنا فيديوهات، مالك ما جيت عملت لهم مبادرة؟ جاي تعمل المبادرة لناس الجزيرة، ناس بيبي والنجوم اللي قاعدين معاك دين مالهم ما عملوا مبادرة للجنينة، وعملوا مبادرة للفاشر، وعملوا مبادرة لما عارف، بس فالح فلاحتكم مع الجزيرة، طلعتوا ميتين أبوها للجزيرة، وجايين هسي تزلوا الناس بأنكم دارين تعملوا لهم مبادرة لأمين الفنانين والفنانات وبتاعين الجولات بتاعت التيك توك. ديل 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 ديل, ديل اللي بيجيفوا مع ناس الجزيرة، إنسان شكرا. الجزيرة اللي كان طول عمره شان نمرر ونجي لك هلا ندي هلا، وبعد ذلك ندي الرئيس ذا البرهان حالة مرحب بيك، وبعد ذلك صورة رأي وكذا ونرجع لجد وبتاع، بس أنا استثنيت الحين حالة كسر عدي شخصي وأنا أخش البيت جوا. أوكي تمام. البرهان مرحب بيك. السلام عليكم. مرحبا الله الله كويس، أخبارك أمورك؟ الحمد لله الله تفضل. والله العظيم عاوز اقول لك قسمك احمد كسر، قسمك ابو جوان، قسمك جد يا ولد الحرام، والشكر يديك سيدك وتاج راسك وخروها في سيدك وتاج راسك، وانك ابوك جد، انك الاسرائيلي. خليته شويه كده بس يتنفس شويه. باقي لنا اسد واحد يا جماعه، دي 9 اسود، انا قبل في الانا حقي كنت 10 صح؟ هاي باقي واحد. اي الله العظيم يا اي صورت وي مرحب بك. صورة دي ما موجود جدو تفضل. لا ما باقي واحد، ما باقي واحد يا اخ، ما لقيا وريناك احمد كسلا، وريناك جبل قلنا لك شنو؟ ايوه وريناك قلنا لك شنو؟ تبلي يا شغل جد 10 اسود يا اخي، في نص قلبك يا بيبي، في نص قلبك يا ابو رياله يا بيش، دلخ عجيب والله. ها في نص قلبك يا كلكم جد. ها زنون قال لكم يا جماعه ما في زول دعام يجي هنا كويس، وحذركم وقال لكم الزول ده حرامي وكده، حسي ال 10 اسود ده انا داير اديكم منها 5. ها والله مش 5 يا سيد الصغير، انا اللي بقول بيدك ما بديكم، انتوا بتلعبوا لي ولا شنو هذا؟ انتوا لانه زليتوني ومرمطوني بالوطن اسيد الصغيرون اللي بقول بيضا كيف ده؟ مش اسيد صمت زي ده. اسمع كسل اللي اداني اسد ده منو؟ في زول اداك اسد؟ ما عارف والله. لا لا الاسد جه هنا، اسد جاك انت هناك؟ ما عارف. ما عارف. بخيت وعديل عليك. اصل ما عندنا مشكلة. ما ده زي امس انا جاني 2 بالغلط والخمسة نزلت له هناك صح؟ هاي ما مشكلة. يلا شوف الفرق بينه وبينهم ها؟ الفرق بينه وبينهم ولا ترجوا ليه ذاته؟ ما ده جسمك يعني. انت تقول لي اسي تفتح منصتك تقول الفاضل اكل اسد يعني؟ الناس كيف يعني اكل؟ ما زول الرز زول الرز انا الاسد ده حق ابوي ولا ذاك فيه طوريه ولا حق امي؟ عشان كده يا جماعه اوريكم في فرق بين الراجل والولد الحرام، اقسم بالله اوريكم في اللايف ده في فرق بين الرجال وبين اولاد الحرام، والله في فرق يعني اسي اقسم بجلال العظيم انا الاسد ده ما اعرفه يعني، انا بس قفلت الكاميرا شايف عامل لي 32 كي ما اعرف يعني مجاني ما اعرف، لكن في اسد نزل هنا صح؟ حاسس ممكن كسل عادي يمشي يفتح منصته ويقول يا اخي الفاضل جا منصتي ادوه اسد وقام شاله واكله. لا 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 يعني تعرف الاسد كم؟ الاسد عباره عن جاكيت زي بنطلون بس خلاص انت. ايوه بنطلون زي جاكيت. ما مشكله يا زول، لانه انا نزل لي 9 والصغار دي ما عندهم عدد والطيران والبتاع ده ما يرحم، ده ما بيشتري اجره وبعالج زول عنده غضروف. والله بعالج عشان كده من منصاتنا دي عليكم الله. ثاني ما حامل انا والله شبكتي تعبانه داير انزل بس النقطه دي بس كاتي من منصاتنا دي يا جماعه من المنصه حق الكسله دي داير اقول للشباب لحظه كاتي من المنصه حق شبكتي تعبانه تفضل من المنصه حق الكسله دي عليكم الله تعلموا الاخلاق قبل السياسه وتعلموا الرجوله قبل السياسه، والله لو تعلمتوا الاخلاق والرجوله والله بتبقوا ناس، بس الحاجتين ده اللي تعلموهم عليكم الله بس كلكم كده اخلاق زي رجوله بس. اسد ده ولا اي حاجه، اسي انا ممكن ادي له سوخي ده يا
يمشي يشتري له بيو جزمه ولا يمشي يشتري له بيو جاكيت عادي اديك له والله يا اخوي والله بديك له لكن ما ماشي نزغل زي الحكامات فلان اكل فلان اكل خير الصغار صغار سبعه وسود اثنين نزلوا واحد من امريكا نزل لي في صفاتي اثنين قاموا جاتوا طمو جبت لهم 6400 نفر اضافه على الحاجات الصغيره صغيره اضافه على الابراج اضافه على شنو ما عارف يا زول الحوت والخمسه نزلوا لهم يقول حتى لو ما نزل لهم بيجي قاعد معهم ولا واحد هذا اسمه منو يا اخي النجومي ولا واحد خمسه الاثنين نزلوا في الصفات يدقوا لي تليفون كسر هاي حول لنا برقم الحساب ده كده بدون اي شوشره جدا حاضر انا خشيت لهم لعمل انساني هم رفضوا قالوا لا ان احنا زول ده زي كلام زنون داير انه سياسي وهنا يطمنس من انا لا 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 ما في انا قطي واضح يا جماعه انا ما بتنازل منه حريه سلام وعداله لانه انا هسي لو داري اشيل بندقيه ادق الجنجويد انا والجنجويد ده اللي انت ما وتكيد زي حرب الجنوب وانت تكون مرتاح هو زي كده بعدين دار اقول لك حاجه يعني هسي اقسم بالله دار اقول لك حاجه جبال عمل الشغل ده محتوى اي واحد فيه طالع يا جماعه طبعا المصري عندنا فرصه ما عليك ندوس على الفرصه سوقي لحظه سوقي لحظه سوقي لحظه سوقي لحظه بديك الفرصه بديك الفرصه لحظه هم قالوا امبارح كلهم ترى طلعوا بالواحد واحد فلان جمن الصدمه ومع انه هم خمسه نفر يا جماعه مبادره بتاعت خمسه نفر اكبر بلابسه جمعت الثلاثه اسد والاربعه اسد معايا بينما دي بس مبادره حقت عمل كسله براو والله ما ورانا ولا دق لزول اتكلم في فيديو حقه قال انا الليله كده كده صح ولا صح طبعا جاي هو ده جمهوره والله انا يحرم ليه الاسد ده اقسم بالله ما عارف انه زول ده جايبه ليه لكن انا متاكد انه اذا كسل هذا بكره طلع لايف قال الفاضل ده شال اسدي ولا سوى كده 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 انا بجيب ده بيقول له بخمسه لا 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 يا راجل انا قلت اتكلم كده يا اخ ما تفضل يا جدع تحياتي لك عليك بس اخوي علمه النازل يا سوقي سوقي علموه الرجال عليك التسع ذات ممكن يشيل منهم واحد يفضل ثمانيه ايزي والله يا نتكلم كيف يعني وانا ده حق ابوي ما كتر خير الجمهور انا اسمه الله يدينا اسمه جدو مرحبا جدو ماما لكم التحيه والتقدير والله شكرا يا اشاوس يا جاهزيه جيش الجاهزيه التحت الله يعافي منكم والله قفلتم والله والله الفلوس دي وريتهم بلا سبب وريتهم درس بكل حاجه اوي احنا والله ما في حاجه ما في زول بيتحدانا والله والله قروش والله شوف اقسم بالله العظيم تتبع سكتنا وحياة الدين يتفلسوا والله يتفلسوا هو سكتنا عطش والله ما التحدي ده ما عندنا ما تلعب معانا نحن في الميدان بنفجرك في الميديا بنفجرك بزنس قروش برضو بنفجرك كل حاجه بنفجرك فما تلعب يا زول اللعب مع الكبار والله صعب يا والله اللعب مع الكبار صعب فاحمد كسر ده ما معانا ما داعي للطعن السريع احمد كسر زول محايد وحاليا المنصه دي فيها ناس محايده فيها ناس مع الجيش فيها ناس مع الدعم السريع لكن انتوا عندكم حساسيه اي زول ما معاكم بشكل صريح بتخونوه شاكين انا مبادره وبعد زي ما قال ابو جوان انتوا مشكلتكم انتوا حاليا بالصبير بقول بلبس انتوا اللي خلقتوا الازمات في الجزيره انتوا اللي خلقتوا الازمات في السودان نحن بنقول نعم للسلام قلتوا بلبس قلتوا لحد اخر جنجويدي خلاص مش قلتوا لحد اخر جنجويدي نحن بنقول لحد اخر فلوري نركبكم كده بس في الميديا في الميدان في كله وما تلعبوا معنا هاي اتحداك يا خالد ابو رهف واتحداك يا عثمان زنون زلكوس واتحدى بيبي ولا بيبو ولا منو اتحداكم شوف افتحوا منصات وكل واحد خليه رجل الله ان شاء الله يرسلوا لي لو اي واحد فتحتوا منصاتكم كل واحد ارسلوا له 10 وزول وكل واحد خليه رجل الله ان شاء الله يرسلوا لي لو اي واحد فتحتوا منصاتكم كل واحد ارسلوا له 10 وزول لو نحن بكره بنركبك ب 20 اسد تجي تركبك ب 20 اسد تمشي تفتح تركبنا ب 20 اسد نركبك ب 40 اسد والله فكك يا جدو 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 فكك يا فرد انت ده مش موسم الدرب ده مش موسم الدرب ده موسم الدرب اللي قالوا الغايد صح يا اخي 20 اسد بتاع الساعه كم اكيد انا براهن على 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 كل الفلول اذا فتحتوا منصه ادوكم فيها 20 اسد نحن إيه؟ نفتح منصة ونعيدكم حتى يجينا 100 احمد كسر السلام عليكم طيب ادوا صفوة يا جماعة خلونا من فاهم الكلام يعني انا اللي ليه صوخي مستعيد دقيقة بس ما صوخي احنا ما خلصنا كلام انت انتظر برودورك والله انا ما فاضي يا صوخي انا انسان كاس انا انسان كاذي حب اعمل انا ما خلصت كلامي انا عندي اعمل بيزنس انا ما خلصت ما فاضي لك اعمل بيزنس يا صوخي انا ما خلصت عن اذنك يا كريمة
في غصف طيران جيش الفلول وطيران الجار السوق ماذا هي اسمها شامحظه